بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الجيت وطريقة عمله. أول شغل، إحنا في عنا نوعين من الفيرجن كنترول سيستم. النوع الأول هو سنتلايز فيرجن كنترول. الفكرة منه بكل بساطة، أنت بيكون في عندك مشروع على السيرفر، وكل المطورين راح يشتغلوا أونلاين على هذا السيرفر، يعني الكود بتعدل مباشرة ولازم يكون متصلين بالسيرفر. النوع الثاني عندي إياه هو Distributed Version Control، والفكرة جدا بسيطة، أنت بيكون في عندك مشروع على السيرفر وكل المطورين راح يأخذوا نسخة من هذا المشروع وينزلوهم على أجهزتهم، معناته إنه كل مطور هو ماخذ نسخة من المشروع. أي تعديلات راح تصير عند المطور مش راح يتأثر المشروع الرئيسي، يعني نحكي المشروع الأساسي. متى راح يتأثر المشروع الأساسي؟ لما المطور يرفع الكود. من ميزات هذا النظام اللي هو الديستريبيوت إنه أنت ما في داعي تشتغل أونلاين، تشتغل أوفلاين. طبعا مثال على هذا النظام وهو الجيت اللي راح نشرحه إن شاء الله خلال دورتنا. أكيد هسه بتسألني شو الفرق بين الجيت والجيت هاب. في البداية خلينا نحكي عن الجيت. وظيفة الجيت الأساسية إنه ينظم لك شغلك، يرتب لك الأفكار، يرتب لك الملفات، وينظم لك كل إشي. والجيت هاب هو السيرفر أو الهوستينج اللي راح نجمع عليه مشروعنا. هنتعرف هسه مع بعض كيف بيشتغل الجيت، طريقة عمل الجيت بشكل مفصل. الموضوع جدا بسيط. اتخيل معي إنه الجيت مقسم لثلاث أقسام: Working Directory، Stage Area، والRepository. دورتنا ما بتحكي عن برمجة، انت ممكن تستخدم الجيت في اي اشي بدك اياه. خلال الدورة مش راح اشرح لغة معينة، وممكن تستخدمها انت مع فلتر، ممكن تستخدمها مع الجافا، ممكن تستخدمها مع السي بلس بلس، مع البايثون، مع الجافا سكريبت، مع مجال الويب بشكل عام، حسب المجال اللي انت بتعرف تشتغل عليه تطبق معه. اول اشي، انا في عندي هون الشاشة، هاي بدي ابنيها تطبيق موبايل، بدي ابني هاي الشاشة. أكيد إحنا كنا عارفين إن الـ UI عشان أبني لازم أكتب كود. مبدئياً الكود راح ينكتب وين؟ داخل الـ Working Directory، يعني الكود وإنت بتكتب في أول مرة جوا المشروع راح يكون مخزن جوا الـ Working Directory. عشان نضيف مرحلة الـ Stage Area، يعني عشان نفهم الـ Get إنك بدك تضيف هذا الملف عندك، بدك تعمل Add. ساعتها راح ينتقل الكود الخاص بالشاشة من الـ Working Directory إلى الـ Stage Area. بعد ما أضفته على الـ Stage Area، أنا بدي أخزنه في الـ Repository، بدي أنقله للـ Repository. هون الفكرة، الـ Repository هو عبارة عن مخزن، فأنت قاعد بترتب تصاميمك أو المشاريع أنت شغال عليها بشكل قوائم. أبسط لك الفكرة، تخيل أنت عندك خزانة مجرات، في كل مجر بتخزن فيها تصميم معين، عشان تقدر بعد هيك تفتح مثلا جرار رقم 1 وتأخذ الملف اللي جواته، جرار رقم 2 وتأخذ الملف اللي جواته. هذا إشي مبسط طبعا، إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نحكي بشكل مفصل مع التطبيق. فراح ينتقل معنا التصميم من الستيج أريا للروبستر. طيب كيف؟ باستخدام الكومنت. راح نستخدم أمر اسمه كومنت، راح تنتقل عندنا من الستيج أريا للروبستر. وهو بدك تركز معي على نقطة مهمة، هو انتقل ولا أخذ نسخة؟ أكيد كنا انتبهنا، هو ما انتقل، هو أخذ نسخة من الستيج أريا حط لي إياها جوا الريبستوري، يعني الستيج أريا بظل محافظ على نسخة من التصميم. طيب تمام، في الريبستوري مباشرة راح يعطيه SHA، وخنعتبره زي ID. إيش يعني ID؟ بيكون عبارة عن unique ID، زي رقم الوطني الخاص فيك. وين كنت تحضر؟ كنت مصر، في الأردن، في أي بلد، أكيد لازم يكون عندك رقم تعريفي. هذا الرقم التعريفي مستحيل حدا يكون عنده في العالم زيه. هذا الرقم مستحيل يتكرر مع ملفات ثانية. الـ SHA هو الهدف منه إنه يقدر الريبستوري يميز ملف عن ملف. فنعطي كمان مثال، عندنا هذا التصميم، في عندي هذا التصميم، بدي كمان أبلش أبني، فحينتقل وين؟ للـ Working Directory. حلو، بنيته، بدي أرفع على الستيج أريا،
راح استخدم امر اسمه اد. تمام، هي اخذ نسخه من الوركينج دايركتوري حط لي اياه داخل مين؟ داخل الستيج اريا. من الستيج اريا بدي ارفع على الروبستري، راح ياخذ نسخه باستخدام الامر اسمه كومنت. زي ما اتفقنا لازم نعطي SHA. طبعا الجيت تلقائيا بعطي هذا الاي دي، ما بنعطي اي دي. هسه الروبستوري قادر يميز التصميم الاول عن التصميم الثاني باستخدام ال SHA. نعطي كمان مثال عشان الفكره توضح. بدي ابني برضو هذا التصميم، راح ينتقل للوركينج دايركتوري. في الوركينج دايركتوري انت خلصت التصميم، فمن نرفع على الستيج اريا، فهي صار عندي اياه داخل الستيج اريا باستخدام الامر اسمه اد. من الستيج اريا نرفع للريبستوري، هنستخدم الامر اسمه كومنت. وزي ما اتفقنا لازم يكون في عندنا الاس اتش اي. هذا شرح مبسط لفكره الجيت. ان شاء الله في المحاضرات القادمه راح نشرح مرحله مرحله بشكل مفصل مع الكود. اتمنى كانت افكارنا واضحه، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه اللي راح نحكي فيها عن تنزيل الجيت على اجهزه ويندوز واجهزه ماك. اختار الفيديو المناسب لنظام التشغيل الخاص فيك، ويعطيكم العافيه.